أول نقطة بالفصل الأول هو تعريف الفوناتكس وتعريف الفونولوجي. هذا فرق، هذا الشيء كلش مهم، لازم تعرف الفرق ما بين الفوناتكس والفرق ما بين الفونولوجي. طبعا الفوناتكس، الفوناتكس هو it is the scientific study, it is the scientific study of study of human speech sound. هي الدراسة العلمية، الدراسة العلمية لأصوات الكلام، كلام الإنسان. It deals with the physical properties of sounds وتتعامل أو تتحدث عن الخصائص الفيزيائية للأصوات. يعني هذا العلم يتحدث عن شلون يتم خروج الصوت، كيف يتم النطق، يعني شلون يخرج النطق بشكل عام باللغة الإنجليزية. هذا اسمه الفوناتكس، تعريف تحفظه مهم جدا. زين، ننتقل إلى الفونولوجي. تعريف الفونولوجي It is the branch of linguistics. إذن ما هو الفونولوجي؟ هو فرع من فروع علم اللغة. علم اللغة مادة راح تدرسها بالمرحلة الثالثة والرابعة، راح تدرسها بالمرحلة الثالثة والرابعة، هي علم اللغة. فالفونولوجي هي علم من أنواع linguistics، يعني نوع من أنواع علم اللغة. زين، ما هو هذا العلم؟ يقول It is the scientific study of system or pattern of sweet sound. إذن هو الدراسة العلمية لنظام أو لأنماط الأصوات. إذن أنا أدرس النمط مال الكلام. سابع بالتنغيم، تدرس التنغيم من تتكلم بشكل عام عن ارتفاع وانخفاض الصوت، ارتفاع وانخفاض الصوت، يعني بشكل عام، بشكل عام عن خصائص الصوت. يعني هنا انت تدرس بالفوناتكس، راح تدرس يعني الخصائص الفيزيائية للصوت، يعني مو لما يخرج، لا، وانما لما تكون عندك اكثر من صوت، لما يكون عندك بشكل عام مثلا تنغيم الصوت، ارتفاع الصوت، انخفاض الصوت. هذا اسمه الفونولوجي. انت من شنو المطلوب منك؟ المطلوب منك تعرف لي تعريف فاناتيك والفونولوجي. زين عيني، خلاص يجيب لك اياهم، ما هو الفرق؟ تقول له الفرق ما بيناتهم الفوناتيك والفونولوجي، تكتب له تعريف الفوناتيك وتعرف تكتب له تعريف الفونولوجي. زين، حتى نوضح العملية أكثر، حتى نوضح العملية أكثر، حتى يكون الشيء واضح، سويت لكم مقارنة بسيطة. الفوناتكس، علم الفوناتكس اللي هو علم دراسة الأصوات، خروج الأصوات، كيف يتم خروج الأصوات، الفوناتكس هو ديسكريبتيف، خاف يجيك بفراغ. إذن هو وصفي، إذن هو وصفي، يعني it is descriptive linguistics، إذن هي لغويات وصفية. إذن هنا أكو وصف، شكو هنا أكو وصف، ما هو هذا الفوناتكس؟ زين، الفونولوجي theoretical linguistics، يعني لغويات النظرية، يعني فتشي نظري. إذن هنا وصفي، هنا نظري، هنا نظري. هاي بعدين راح تفهمون التفاصيل ان شاء الله بعدين. هاي صارت ملاحظة، هاي الاولى. ثانيا يقول all speech sounds universal، اذا هذا هو يعني كل الاصوات. اذا هذا باي لغة بالعالم، الفوناتكس هو واحد في اي لغة بالعالم، هو نفسه all speech sounds، يعني كل الاصوات العالمية من نريد ندرسها ندرس الفوناتكس. زين، الفونولوجي لا، الفونولوجي خاص بلغة واحدة، الفونولوجي خاص بلغة واحدة، يعني غير عام. أما الفوناتكس عام، الفونولوجي لا، خاص باللغة الإنجليزية، الفونولوجي مال اللغة الإنجليزية، الفونولوجي مال اللغة العربية، يعني التنغيم مال اللغة العربية يختلف. أما الفوناتكس ما هو عام، يعني كل الأصوات تخرج بنفس الشكل. من نقول صوت الت، من نقول صوت الب، ب ب يخرج عن طريق الشفاه، حركة الشفاه. باللغة اليابانية يخرج عن طريق الرئتين، يخرج عن طريق الأسنان، لا، هم راح يخرج عن طريق الشفاه. فهذا الفوناتكس نفسه بأي لغة هو نفسه. زين، نجينا إلى ملاحظة أخرى، أن الفوناتكس هو limited، محدود، ما بي تفاصيل دقيقة. اما هنا فهذا نطاق اوسع، الفونولوجي بتفاصيل، بملاحظات كثيره، هذا هو الفونولوجي. من يجيك سؤال بالامتحان،
يقول لك ما اعرف الفناتكس تعرفه، فنولوجي عارفه، بس من يجيك ما الفرق ما بين الفناتك والفنولوجي تكتب له هذا التعاريف وتكتب له ذني. ذني زين. سؤال اخر، ممكن يجيك هذا يجيك فراغات، يقول لك فناتكس از فراغ، تقول له ديسكريبتيف زين يعني، ممكن يجيك صح وخطا، يقول لك فناتكس از از ا برودر سكوب سكوب يكون اوسع، يقول الفناتكس يكون اوسع صح؟ لا تقول له غلط، الفنولوجي هو الاوسع. لهنا طلاب واضح؟ احد عنده سؤال بالتعليقات؟ اذا عندك شيء سؤال قول. نعم طلاب، هسه راح نتحدث عن نقطتين مهمة جدا، وهي الفونيم والألفون. ما هو الفونيم وما هو الألفون؟ طبعا الفونيم مثل ما تعرفونه هو الصوت، هو نفس الساوند. الفونيم is the smallest unit of phonology، هو أصغر وحدة بالصوت، هو minimal units in sound system. إذا هي أصغر وحدة بالنظام الصوتي، بالنظام الصوتي. ما هي يعني لهنا هذا كتعريف، لهنا تحفظه كتعريف، لهنا كلش كافي. هذا كتعريف is the smallest unit of phonology in the sound system، وهو أصغر طلاب ماكو شاشة؟ واضح لنا؟ نعم استاذ. إذن هذا هو الفونيم وهذا هو الألفون، هذا هو الفونيم وهذا هو الألفون. زين. هنا أيضا سويت لك هذه المقارنة. أنا أيضا. يعني هواياكم لازم، صراحة هواياكم لازم. ولا ملزمة يعني متحدثة على موضوع المقارنة وعلى هذه التفاصيل، ماكو. أغلب الملزمة راح تكون موجودة بالجروب؟ مو ملزمة، هذا ملف أنا ذكرت، يعني قلت لهم للطلاب أنا ما أسوي ملازم، يعني ما عندي مجال صراحة. والمثل ما تعرفون المبلغ الملازم تريد، يعني تريد تعرف، انا ما راح اسوي ملزمة، ولكن بعض الملخصات اي راح اسوي بعض الملخصات انزلها لكم، واذا كملت الملزمة وصارت انصار ان شاء الله اكو مجال انزلها لكم بعون الله تعالى. تمام استاذ، عاشت ايدك. بس الشابتر الاول، اي نعم الشابتر الاول سويت لكم ملزمة ونزلت لكم اياها، هذا هو كشابتر اول. زين عيني. تمام استاذ. زين عيني طلاب. وهسه راح نتحدث عن طلاب هذه المقارنه مو كلش تحفظيها، بس اريد انا حاط لك اياها، يعني حاط لك اياها للتوضيح، يعني اذا تحفظ التعريف كافي. زين، الفرق ما بين الفونيم والالفون، طبعا الفونيم هو صوت مجرد. الفونيم ما هو الفونيم؟ هو صوت مجرد، يعني مثلا ت د ف ك غ، هذا هو الفونيم. زين، الألفون هو مثل ما قلت لك، يعني الصوت ولكن نغير نطقه، صوت ولكن شو نسوي الصوت نغير بالنطق، مثلا له ل، فيلينج. ده تشوف اكو فرق بالنطق ولا ما تشوف؟ ثلاث فرق. الملاحظة الثانية، هذه الأصوات الفونيم is limited، أي تكون هذه أصوات الفونيم limited. ما المقصود بكلمة limited؟ المقصود بكلمة limited هو أن الأصوات الفونيم اللي هي الأصوات يعني تعتبر محدودة، يعني عددهم 44 صوت معروفات، ذيش وهن معروفات
عددهم 44 صار يسمونه ليميتد يعني محدودات. اما الالفون ما محدودات مفتوحات. مرات اقدر اقول فيلينج ما لها عدد محدد، ما لها عدد محدد، تكون غير محدوده. It's not unlimited. Unlimited. زين. يقول may occur in one and in the same position. ممكن ان يحدث هذا الصوت في نفس الكلمه. هذه ملاحظه انا تحتاجونها، خليني اعطيكم اياها. ثالث نقطه مهمه جدا، ان الفونيم it can change the meaning. الفونيم ممكن يغير المعنى. الالفون ما يمكن يغير المعنى. زين، راح يسالني طالب، بيقول لي ما فهمت، يعني شلون يعني انا شلون الفونيم يغير المعنى وشلون الالفون ما يغير المعنى؟ اول شيء خلينا نجي على الالفون. هذا الالفون، الالفون. زين، الالفون يقول ما يغير المعنى، الالفون ما يغير المعنى. زين، من اقول feeling او feeling المعنى واحد لا مو واحد؟ feeling and feeling نفس المعنى لو نفس المعنى؟ نفس المعنى. المعنى ما تغير. اذا هو هذا المقصود به، هو هذا المقصود به، ان هذا الالفون يعني it cannot change the meaning. It is meaningless. It is meaningless. يعني لا تغير المعنى. لا، يعني الألفون ما تغير للمعنى. الفونيم هذه الأصوات الفونيم، لا هذه تغير المعنى. راح يجيني طالب عراقي من أرض الرافدين، راح يسألني يقول أستاذ محمد شلون يعني غير المعنى؟ ممكن توضح له وتعطيني مثال؟ ايش راح اقول له هذا ابن الرافدين؟ راح اقول له تدلل، ما طلب الا حقك. ها شلون يعني؟ زين، اني من اقول اساجي مثلا على سبيل المثال، قلت مثلا، خلنا نعطيكم شوية مثال واضح، وخلنا أوضح لكم الشاشة، خلنا أكبرها النص حتى تكون واضح. زين، خلي أعطيك مثال. من أقول كار، هذا كار. زين، أرجع النوم أقول كات، غيرت صوت الآ ويا الت. من غيرت هذا الفونيم تغير المعنى ولا ما تغير؟ تغير المعنى. لذلك احنا راح نعتبر هذا الصوت نسميه، او نعتبر هذه المجموعة تغير المعنى. It can change the meaning. It can change the meaning. تسمعوني طلاب عيني؟ اي استاذ، نعم نسمعك. جيد. الان نتحدث عن الاكسنت اند دايلكت، لان ما هيك راح اصير هوسه يعني. نعم، خلينا نرجع لمحاضراتنا اليوم، نكمل عندنا الاكسنت والدايلكت. الاكسنت والدايلكت طبعا هن اثنين معناه اللهجه تقريبا، يعني انه نفس المعنى بس الاستخدام يختلف. طبعا الاكسنت من خلينا نسميها لكنه، خلينا نسميها لكنه شويه بعد عم تصير اختلاف. اللكنه الاكسنت نعم، يقول it refers to a variety of language differing from a standard in pronunciation. إذن شنو معناه؟ هي مجموعة متنوعة من نفس اللغة تختلف عن معيار النطق. ما افتهمت أنا أدري بك، ما افتهمت، راح أعطيك ترجمتها أفضل يعني بالله عني. هو أنه
اللغة هو أن اللغة تختلف، عفواً، هو أن هو الاختلاف، عفواً، هو ال هو الاختلاف في النطق، هو الاختلاف في النطق في نفس اللغة، في نفس اللغة، هو الاختلاف النطق في نفس اللغة حسب المنطقة أو العمر أو الثقافة. زين، إذن الأكسنت هو الاختلاف، هو الاختلاف بالنطق فقط، يعني بس بالنطق، يعني أنا عندي لغة، لغة عربية، لغة إنجليزية، أي لغة بالعالم. تسمعوني صوتي واضح؟ إيه صوتي نسمع كل شوارع. نعم، عندي هاي اللغة، هاي اللغة شبيهة، يعني تختلف بالنطق فقط. ها، راح أعطيكم مثال، وهذا مثال أنا دائما أذكره. مرات يعني عندنا بعض المفردات، بعض الكلمات هي نفس الكلمة ونفس المعنى، ولكن اللفظ يتغير. من يعطينا مثال يمك أنت؟ مثلا عندي كلمة إحنا ننطقها هيك، مثلا احتمال بالريف ينطقونها شكل، وبالمدينة ينطقونها شكل، احتمال العشيرة الفلانية، العشيرة الفلانية تنطقها شكل وإحنا ننطقها شكل. من يقدر يعطي مثال من عندكم؟ يعني نفس الكلمة. نعم نعم. كلمة هنا مثلا. نعم، كلمة هنا، كلمة هنا. زين، مثال عليها كلمة هنا. أكو طلاب، أكو عفواً، أكو ناس يقولون هنا كلمة هنا، يعني هي هنا معناها. أكو ناس تقول هين، مو صح؟ أكو ناس تقول، أكو يعني أكو محافظات يقولون هين، معناها هنا، هي نفس الكلمة. أكو ناس تقول هون. إذن كلهم يرجعان للغة العربية بس يختلفن بالنطق، هذا يسميها أكسنت. واضح لما واضح؟ واضح أستاذ، واضح. أفهم أستاذ، أشارك في كتاب. نعم. When we say water in the accent, British accent, we say yes. Water. Yes. When we in American accent, thank you. Yes. شكرا جزيلا لك. نعم واضح. أنا زميلتكم طبعاً أشكرك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الجيدة. أنا أخذكم تقول الأكسنت، اللهجة، الاختلاف حتى باللغة الإنجليزية. أكو بعض الأحيان أكو لهجات تسمي water. أكو بهم يسمونه وؤا، أي بمعنى وؤا. أكو بينهم يسمونه هو نفسه واتر، هو نفسه يعني ما. فهذا هو الاختلاف بالنطق، شو نسميه؟ أكسنت. الآن ننتقل إلى الديالكت هي اللهجة. زين، ما هي اللهجة؟ تشير refers to the variety of language usually differing from the variation in pronunciation, grammar, vocabulary from standard language. هنا يعني التغيير يختلف تماما. زين، احنا عندنا بالعراق مرات اكو ناس تقول يسمونها لعد، مو يقولون لعد، مو، واكو ناس تقول عجل، وأكو ناس تقول تشا، مو صحيح؟ أي أستاذ، مثل أهل الجنوب يقول تشا. أهلنا بالجنوب يقولون تشا، زين. أما الوسط
وفما فوق بهم يقولون لا وبهم يقولون شا. نعم. واضح لنا؟ واضح. نعم. جيد. إذا هذا هو الأكسنت الدايلكت. دايلكت هي أكبر. يعني مرات يعني اللهجة مرات حتى يعني الكلمة تتغير تماما الكلمة. يعني فد أحكيلكم فد موقف فد يوم من الأيام كنت بمدرسة ابتدائية. يعني أنا ما كنت يعني شلون أنا كنت بمنطقة ريفية. يعني إحنا كنا بمنطقة ريفية فكنت أدرس بمدرسة. فد يوم من الأيام يعني انتقلنا لمنطقة أخرى. ومن انتقلت المنطقة الأخرى كانت ذيك المدرسة الأخرى ما كانت بها يعني ما كان أكو بها مدرس إنجليزي. ما كانت تحتوي على مدرس إنجليزي. طبعا أنا مراد معلم مو مدرس يعني. فالمهم أنا قاعد يمهم قاعد يم الإدارة. فإجا المدير. فبهاي الأثناء أكو طالب إجا يبكي. أكو طالب إجا يبكي. فشبيك قام مساق بس يبكي. بس يبكي بشكل يعني جدا يعني تشوفه يعني تقول هذا بشيء مغرور. مو مسألة طبيعية. المهم الشاهد انه نعم بالضبط. فقال شبيه هذا. فاجا ويا المراقب. فالمراقب ده يحكي له يقول له قال استاذ هذا عبد الملك نقرة. شو يعني نقرة؟ هو قال شبيك المدير قال شبيك عبد الملك شبيك تبجي؟ قال استاذ شلون نقرة ايه انا نقرني مش قال. فانا قلت شنو يعني نقرني؟ قلت استاذ شنو يعني نقرني؟ ما فهمت. انا قلت يعني نقرني يعني اكيد غاوة على راسي اكيد يعني هذا المعنى مو صحيح. هسه كلكم مش يعني ايش صار بالك والله هذا فكرت يعني زين. المهم بعدين سألت بس شوية يعني. فسألت المدير قلت له استاذ شنو يعني هذا شنو ما فهمت شنو قصد. قال هذا يقول يعني سرقني هذا باقين من عنده يعني حاجة ما أعرف والله ما ذكر بقى التشنيع باقين من عنده شغلة. فهم يعني يقولون قرني الظاهر أصلها يعني بعدين سبحان الله فترة من الزمن يعني اكتشفت بعدين أنه هذه من أصل كلمة نقري. ماكو نقري نقرني. زين عيني. فننتقل الآن إلى البي بي سي. البي بي سي طبعا هذه مو قناة البي بي سي لا هي أصلاً البي بي سي صارت من هذه أصلها pronunciation received pronunciation اللي هي معناها الـ RP received pronunciation هي it is the standard accent of language إذن of English إذن هي اللكنة القياسية which many used by educated people التي تستعمل بواسطة الأشخاص المثقفين and also recommended for foreign to learn and use وايضا يعني معتمدة من قبل الاكاديميات للتعلم. هذه هي لهجة البي بي سي يعني اللهجة الفصحى اللهجة الاصلية للغة البريطانية. هذه مو معناها انت بس تتعلم يعني ماكو مشكلة اذا رحت تعلمت بريطاني اذا تعلمت تحب اللهجة الامريكية او اللهجة الكوكني او اللهجة الكندية هذه مو مشكلة عادي. ولكن احنا كمدارس كشيء رسمي كجامعة كأستاذ لا لازم احنا نبقى تحت اطار البي بي سي. ولكن لا ضرر اذا احنا تعلمنا الامريكية اللهجة الامريكية ايضا لهجة رسمية وعادية ما اكو اي مشكلة. زين عيني.
نجي على الاي بي اي. الاي بي اي هو اختصار لانترناشونال فوناتكس فوناتيك الفابت. اذن هو اختصار للنظام الصوتي الابجدي الدولي، الابجدية الصوتية الدولية، يعني الرسم الصوتي العالمي اللي هو الرسم الصوتي مال اللغة الانجليزية، يعتبر عالمي كل لغات العالم تعتمد عليه. يقول لك a system of sample for showing how sounds are produced. هو نظام رموز الذي يظهر كيف يتم نطق الأصوات، كيف يتم نطق الأصوات. واضح لنا؟ نعم استاذ. أحد عنده سؤال لهنا؟ أحد عنده سؤال؟ أحد عنده استفسار؟ نعم. أرد على مود المد. تقدر تنزلها قناتك أكشلي على مود نقدر نسحبها؟ نعم إن شاء الله. الملزمة إن شاء الله أرتبها ترتيبات بسيطة وأنزلكم إياها إن شاء الله. بس أنا مثل ما قلت لكم طلاب لا تنسون، يعني أنا المشكلة إنه بشكل عام، يعني أنا من أحكي كلمة واحدة مرات أتورط، يعني أعذروني بس مرات أتورط، يعني صراحة يعني فعلا أتورط. يعني أحكي لكم في اليوم قلت للطلاب إن شاء الله إحنا حاضرين وما نقصر وياكم، والشيء اللي نقدر عليه ما نقصر وياه. جاءنا طالب قال أستاذ أنت مو قلت إحنا ما نقصر وياكم، قلت لي صحيح، قال أستاذ أنا راح أمتحن دور أول، راح أزيدك الأسئلة كلها وأريدك تحليها لأن أنا ما عندي مجال أقرأ. قلت أخي أنا قلت لك أنا ما قصر وياكم، مو معناه أعطيك إيش زين علي. فأني بالنسبة لي أنتم موجودين قدامكم، أنا بالنسبة لي ما راح أسوي ملزمة لهذا الكتاب، هذا الكتاب ما عندي ملزمة إليه، بس إن شاء الله إذا سويت ملزمة، إذا كملت الملزمة وإذا صار عندي مجال أسوي لكم ملزمة نعتمد عليها، أسوي لكم ملزمة تعتمدون عليها. لهنا طلاب واضح إن شاء الله؟ وإن شاء الله هذا الناس راح ننزل لكم إياه، هذا الفصل الأول ملزمة الفصل الأول راح ننزلها. نعم طلاب.